مساء الخير وحياكم الله مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى شاشة روتانا خليجية في حلقة جديدة من برنامج مقولة اليوم: الابتسامة لا تكلف شيئا لكنها تعني الكثير. في بداية الحلقة أمسي على زميلتي جيهان في جدة ورنيم في الرياض. مساء الخير. مساء الخير لك هبة، وأهلا أيضا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا على مدى ساعتين في برنامج سيدتي. بعد قليل سأناقش من جدة قضية الشخصيات النسائية في الرواية السعودية، ودراسة تقول أنها مستفزة للسلطة الذكورية. ولكن اسمحوا لي في البداية أن أنتقل إلى الرياض وأمسي على رنيم. مساء الخير رنيم. شكرا جيهان، ومساء الخير لك طبعا والهبة، وأكيد لمشاهدينا الكرام ولكل من ضم إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعة سيدتي. مشاهدينا اليوم من الرياض نتكلم عن موضوع اجتماعي اقتصادي، وهو عن الاستثمار المنزلي وكيف ممكن نستفيد من هذا الاستثمار ويتحول إلى عمل أو بزنس قائم بحد ذاته. مشاهدينا التفاصيل لاحقا. الآن مرة ثانية نرجع لهبة في استوديوهاتنا في أبوظبي واستعراض لفقرات سيدتي لليوم. إليك هبة. شكرا. قبل ما نتعرف على عناوين حلقتنا أذكركم بمواقعنا اللي تقدروا من خلالها تتواصلوا معنا بأفكاركم ومقترحاتكم، لأنه هذا برنامجكم. طبعا تقدروا تبعتوا لنا إياها على فيسبوك وتويتر الظاهر أمامكم على الشاشة، وتقدروا تتابعوا البث المباشر لحلقة سيدتي على الروابط الظاهرة على الشاشة. هنتعرف الآن على باقي مواضيعنا لليوم، نتابع سيدتي اليوم: هل تمرد الشخصيات النسائية في الرواية السعودية مجرد استفزاز للذكور؟ الاستثمار المنزلي أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة. الطموح أولاً أم الزواج؟ أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي .net. عندنا موضوع مرة مهم حنتكلم عليه من استوديوهاتنا هنا، يهم الشباب والشابات والأم والأب حتى يسمع وجهة نظرهم. أما الآن حنبدأ حلقتنا مع رواية سعودية، حيث كشفت دراسة حديثة أصدرتها جامعة الملك خالد أنه تمرد الشخصيات النسائية في الرواية مهم، وبدأ يعني يكون بشكل صاخب إلى أنه ما يخرج عن كونه مظهر من مظاهر الاحتجاج على سلطة الرجل المطلقة. من جدة التفاصيل مع جيهان. شكرا لك هبة. فعلا اليوم حنناقش هذا الموضوع، لأنه بدأ في البداية كتمرد على السلطة الذكورية، والآن وضع المرأة وخصوصا في الروايات السعودية في دائرة محددة. خلينا ننتقل إلى التقرير وبعد كذا نرجع للاستوديو للحوار والتفاصيل. حين تتأمل للرواية السعودية التي تصدر بين فينة وأخرى، ربما تجد فيها نوعا يبدو وكأنه التمرد الصاخب للشخصيات النسائية على السطوة الذكورية، إلا أنه لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر الاحتجاج على سلطة الرجل المطلقة التي ترى فيها تلك الشخصيات النسائية قيودا فرضت عليها بقسوة من مجتمعها ممثلة في الثقافة الذكورية. ذلك في دراسة جديدة أعدها الباحث في جامعة الملك خالد الأستاذ أحمد موسى المسعودي على 24 رواية سعودية كانت هي عينة البحث. أكد من خلالها بأن تمرد المرأة في الرواية السعودية يأتي متلبسا بخطاب صاخب لا يهدف إلى زعزعة الثوابت المقدسة أو قيم المجتمع المثالية، بقدر ما يهدف إلى استفزاز الخطاب السائد وجره إلى سماع خطابها. وكشفت دراسة المسعودي على أن هناك تزايدا في إنتاج الرواية النسائية في المملكة بصورة لا نظير لها في أي قطر عربي آخر، حيث صاحب هذا النتاج الروائي جراءة في المضامين التي اقتحمت غمارها الكاتبة السعودية. لبرنامج سيدتي رغد السليماني، جدة.
ضيفتي في هذه الفقرة هي الكاتبة والروائية الأستاذة بسمة السيوفي. أهلا بك في سيدتي سادة بسمة. أهلا بك جيهان وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك بسمة. سمعت التقرير؟ نعم. سمعت عن الدراسة موجودة أمامي، هي نزلت كمان كتب عنها في صحيفة الشرق. إيش رأيك في هذه الدراسة؟ هل هي فعلا صحيحة؟ بتشوفي يعني هما الدراسة بتقول إنه حتى الأقلام الرجالية في الرواية السعودية مؤخرا في السنوات الأخيرة برضو بيستغلوا المرأة أو شخصية المرأة، بيحطوا فيها كثير من التمرد على الرجل. طبعا هي دراسة جريئة من المسعودي في هذه الفترة من جامعة الملك خالد، وحقيقة وأنا بقرأ يعني دهشت بالنتائج، وأن استطاع من خلال رصد النتاج الروائي للسيدات أو حتى يمكن أقلام رجالية كتبت بصيغة الذكر أو الرجل في مدة 10 سنوات، ركزت على هذا النتاج أنه ما يكتب عن طريق المرأة يؤدي إلى تغيير لمفاهيم، أنه فعلا هي في كتابتها بتجرؤ على الواقع وبتحول الواقع، سواء كان عن طريق خلينا نقول الصراخ الكتابي، أنه تعبر عن ما يتم في المجتمع. واستغرب أنه يعتبر كاستفزاز، استفزاز أكثر ما هو بوح. مثلا يعني توجه هذا التوجه، يعني لما يكون هو فعلا تمرد على واقع هي رفضة، ويعني سبيل للتعبير هي أكيد الورقة. أكيد لأنه المرأة مقموعة في الواقع خلينا نقول، وتستطيع من خلال الكتابة أو البوح أو السرد أنه هي تمارس اللعبة الأخرى بالضبط. بدل ما تكون مفعول تصبح فاعل. صحيح. وبدل ما تكون مسجون تصبح صحيح. هي السجان وبيدها المفتاح وهو الكتابة. فبالتالي النتائج الدراسة اللي أجريت على هذا العدد من الروايات، نعلم في كل العالم حتى في معارض الكتاب ودور النشر أنه الرواية السعودية تفوق يعني إصداراتها تفوق جميع الروايات في الخليج أو في الدول العربية. إحنا ما نتكلم عن الروايات كشكل فني وأنه هي روانة متقنة الصنعة زي ما يقولوا ومكتوبة، أو مجرد سرد أو بوح اجتماعي لفئة معينة. يعني حنجيله بسمة لاحقا، بس أبغى رأيك في الموضوع. هل فعلا هو يعني نتيجة الدراسة اللي هو توصل لها إن هي فعلا فيها يعني هذه النزعات التمردية هي فعلا فقط عشان تتمرد على السلطة الذكورية فعلا؟ من ناحية أتفق معاه يمكن 60%. طب إذا قلنا هذا، إذا اتفقتي معاه، نعم. وإذا قلنا فعلا هذا التوجه يعني هذا توجه حق المرأة، نعم. نعم. من المرأة، طب ليه الكاتب أو الروائي الرجل بيستخدم نفس الأسلوب؟ أكيد بيستخدمه أحيانا بيكتب بصيغة المرأة والأنثى، ولكن في مجتمعنا اللي في كثير من التضاد، في كثير من الظواهر الاجتماعية اللي بتخلي التقاطعات هذه الموجودة بين تيارات كثيرة من المجتمع. صحيح. بتعطي مجال خصب للمزيد من الكتابة والمزيد من النتاج الروائي. فأتفق معاه في كثير من الروايات، إذا افترضنا أنه هذه الروايات مكتوبة بصنعة جيد ومن أتقن يعني من كتبها نستطيع أن نطلق عليه روائي بمعنى يعني الكلمة. بدون أي تحيز، بدون أي تحيز بالضبط، يعني ما بداخل المرأة، ولكن يعني المجال حر. صح. وتستطيع المرأة التعبير، ويمكن هذا. صح. أكثر مجال أتيح للمرأة فيه أنه هي تستطيع أنه هي تكتب أو تنشر كتاب أو طب أو بس ما كتاب. أنت المخضرمة في هذا المجال، فين الروايات أو تذكري لي بعض الروايات اللي فعلا لاحظتي فيها يعني فعلا ان هي تثبت هذه الدراسه، انه هذه الدراسه صحيحه؟ اذا بنتكلم على مستويات يعني عاليه من الكتابه الروائيه، اللي النص يعتبر كنص، انتقل من مجرد انه هو كتابه وراي كاتب الى انه ينتقل الى نص، من بدايه قراءاتنا لمثلا قنديل أم هاشم ويحيى حقي وإحنا كنا صغار، السكرية، الكتابات نجيب محفوظ، الأدب الإنجليزي، بداية تدرجنا في أنه أصبح هناك كاتبات سعوديات يمكن أن يحصلوا على جوائز البوكر أو يرشحوا لجوائز. صح. البوكر. صح. أتكلم عن طوق الحمامة لرجاء عالم. صح. أتكلم عن كتب إذا ما كانت سيدات أو رجل يتمحور في كتابته حول المرأة كأحمد حسن علوان. صح. كلها كتب
شددنا الآن بسمة أو رواية لبسمة. يوجد قصص قصيرة في طور إن شاء الله الإصدار، ولكن صنعت الرواية مش أي أحد يدخل في هذا المجال. وأجد أنه يعني يجب أن يتوقف الكاتب أكثر من مرة حتى يتمرس في كيفية الكتابة. صحيح. حتى لا يصدر عنه شيء، لا يموت للرواية بصلة ويذكر أنه هو روائي. صحيح. وما أكثرهن يعني. طب بس ما يعني طبعا لا يخفينا كلنا، وإحنا بنعيش هذا التغير، كلنا بنلمس هذا التغير الموجود في وضع المرأة السعودية في المجتمع السعودي، وهو إن شاء الله يعني والحمد لله هو في تطور دائما وتقدم. هل يعني هذا التمرد مثلا او هذا الاسلوب اللي بيلجأ له مثلا سواء الرجال او سيدات في القلم في قلم الروايه السعوديه، هل هو تنبؤ للمستقبل الجاي، ولا هو بس يوقف عند اطار انه انا بس اجذب القارئ؟ طبعا الكتابة يعني للأسف احنا في العالم العربي بنكتب عن وقائع مضت او منخلد اللحظة يمكن، لكن الكاتب المتمرس يجب ان يكتب عن المستقبل، يستقرأ المستقبل. احيانا بعض الروايات او بعض الكتابات بتصف واقع، ومن خلال رؤية الكاتب وتجسيده للشخوص اللي هو بيكتبها ممكن تجعله يستقرأ إيش ممكن يحصل في المستقبل. صحيح. ما بنتكلم عن الخيال العلمي أكتر ما إحنا بنقول إنه الكتاب ده أو الرواية دي بتحدد حالة، والحالة دي من خلالها أنا بستطيع أقول ترى هذه الظاهرة موجودة في المجتمع، هذه الظاهرة حلت بهذه الطريقة أو اقتراح الكاتب، وهذه أحيانا بتكون بيدمج فيها بين الخيال وبين الواقع. صحيح. وجزئية دمج الخيال دي وإذا كانت عنده المهارة يستطيع من خلالها أنه هو التنبؤ. يتنبأ بالواقع أو يستشرف، خلينا نقول أنه والله في 5 سنوات أو في 10 سنوات أرى واقع مجتمع البلد ممكن يكون تقدري تستشهدي لي بأي رواية مثلا، أو حتى يعني قصيصة قصة جوا رواية تنبأت بشيء وفعلا صار؟ حاليا لا أستطيع يعني، ولكن كثير من الكاتبات المتمرسات إذا تكلمت مثلا على أحلام استغانمي، ما تكلمت عن السعودية كرواية، هي كتبت عن أيام الجزائر وعن جميلة بحريد، وما يعني بطريقة تمحورت حول المرأة بطريقة ما شاء الله يعني جاذبة، وإلى الآن إحنا نذكرها ونعيد قراءتها. خلينا نقرب الصورة إلى مجتمعنا شوية. أحيانا إذا أنت أخذتي كرمز أو كنموذج وترجمتي إلى قصة وفي حوار بين الـ سواء كان بطل القصة أو الشخص المساند له في القصة، أحيانا الكاتب قادر على أنه من خلال الحوار يترك فضاءات مفتوحة أو نوافذ مفتوحة للقارئ أنه هو ينسج في خياله أو في مخيلته ما يمكن أن يحدث، وبالتالي يفاجأ. تفضلي. أنا أسف. لا أبدا. لا. يفاجأ في الأخير في نهاية القصة. يعني أحيانا بعض القصص لما تقرأيها تجلس في يدك 2 3 ساعات ما تبغى تترك الورق حتى تعرفي في النهاية إلى أين وصل الكاتب بك. صح. وأحيانا حرفة الكاتب تجعلك تتركي احتمالات مفتوحة للكثير من النصوص اللي تستطيع من خلالها تقولي والله هو جعل البطل كذا، أو الاندينج أو النهاية حقة القصة يجب أن تكون بهذه الطريقة. أنت كقارئ تبدأي تتنبئي، خصوصا لو تتبعتي نهج الكاتب، لأنه لو عرفت كاتب هو من فين. أيوة. هو كيف طريقته في الكتابة. صح. وهل يترك لك الكثير من التشويق، هل أنت بتعملي تراتبية في توقع ما سيتم من أحداث ظهور شخصيات فجائية. وهذه أعتقد يعني مهارة أو حرفة. صحيح. الكاتب مع تطوره في الكتابة. صحيح. إذا بيصدر كل سنة رواية أو قصة بتنمو. طيب بس ما إيش اللي ممكن يعني يضع حدودا لخيال الكاتب أو الكاتبة لشخصية أو كاركتر المرأة في الرواية؟ تقصدي حدودا تضيق عليه ولا حدودا؟ لا حدود تضيق طبعا. تضيق عليه طبعا. لو فقط عاش اللحظة، لو فقط وضع نفسه في إطار. خلينا نتكلم على بسمة الآن، وهي بتكتب مثلا عن شخصية للمرأة في رواية. نعم. إيش ممكن تلاقي فجأة إنه لا
بتختصري بتضيقي حدود الخيال حقك. نعم. ما يقدر هي يسرح بالضبط زي الصلصال. زي عجينة الصلصال انت بتكوني الاساسي اللي زي ما نقول الهيكل العظمي ليها. وبتتوقع انه الشخصية دي فلانة اذا كنت هي بطلة القصة كمرأة او كرجل. وبالتالي انت بتبني عليها لغاية ما تبين لك الملامح اللي ممكن يحد الكاتب في الكتابة أو في تخيله بالنسبة للشخصية. إحنا نميل كسيدات لأننا مجتمع محافظ إلا أن ترسمي المرأة ذات نزعة جامحة شوية. صح. تركز على مخاطبة أو المغازلة أو لغة العاطفة طبعا بذكاء إضافي من الكاتب أنه السوق يحتاج إيه لأنك صح. أنت في النهاية تبغى منتجك هذا يباع ويقرأ صح. وليس يعني يوضع في الأرفف زي ما يقول. فبالتالي هي توليفة يعني مشتركة من عدة جهات. أهم شيء في الكاتب إنه ما يحصر نفسه في الواقع اللي هو عايش فيه هذا اللي ويحاول إنه هو يعني يفتح أبواب كثيرة وهذه تشمل هو كشخصية كيف يعني. أعرف إنه كتاب مجرد إنه له كورنر خاص وكنا نسمع إنه يجلس في مقهى معين ولا يجلس في مكان معين ويستحضر ملهمة. ويستحضر الإلهام ويكتب يكتب القصة صح. لكن في كتاب لا في علاقات كثيرة مع شخصيات كثيرة مطلع على أحدث ما يحدث في المجتمع في السوشيال ميديا والآن دخلت هذه هذه كلها بتضيف إلى الكاتب إنه ألفاظ الحوار الارتقاء في إنك أنت عليك أمانة إنك تشد القارئ من إنه عيش في هذه الدوامة إنك إنه شارك معايا في تخيل ما سيتم. صحيح. وكتاب رجاء الصانع عبارة عن تفاعلات بين شخصيات بنات كتبوا بنات الرياض بنات كتبوا وهي كان لديها القدرة على تجميعها وعلى صفها في سرد قصصي إذا ما اعتبرناها كرواية ولكن نجحت بطريقة طبعا كروح شباب إنه هي تصنع مسار جديد للقصة أو لقراءة كرواية بس ما يعني لا يمل الحديث. دخلتيني في رواية ونحن نتحدث الآن ما أبغى أقفلها بس للأسف خلص وقتي. أشكر تواجدك معايا الكاتبة والروائية بسمة السيوفي. شكرا لك. شكرا جزيلا لصدقك. شكرا مشاهدين احنا حنروح فاصل مكملين بعد سيدتي خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها شخصيتها وأيامها. سيدتي عالمك في مجلة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي سيدة المجلات العربية. سيدتي نت معك أثناء دراستك معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أهلا بكم من جديد وحنتابع حلقتنا مع الأخبار السعودية. الخبر الأول من موقع العربية بعنوان 10 مليارات ريال سنويا لعلاج 4 ملايين سعودي من السكري. وفي التفاصيل قال مدير المركز الجامعي للسكري بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الربيعان خلال فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتقنيات الطبية أن السعودية تنفق ما يتجاوز 10 مليار ريال في علاج أكثر من 4 ملايين مصاب بالسكري من السعوديين بتكلفة تتراوح بين 4 و 8 آلاف ريال
للمريض الواحد سنويا. يعني مشكلة مرض السكري عندنا في المجتمع وراثية وقاعدة النسب تزيد، والمشكلة الأكبر من كده كمان أنه ما في نشر للتوعية بشكل كبير مننا كأسر وكعوائل. يعني عندنا عادات أكل التمر بشكل كبير، الحلويات، ما في حركة كتير، طول الوقت قاعدين ما بنتحرك. حتى لو الشخص رشيق، يعني ما له علاقة للرياضة، ما له علاقة بالسمنة والرشاقة، بس له علاقة بالصحة. الأهالي، يعني في دراسات كتير، أبحاث عن الدكتوراه في أوروبا وفي العالم العربي عن السمنة عند الأطفال وعن السكري حتى عند الأطفال، بسبب أنه ما في متابعة، ما في مراقبة، ما حد يراقب الأكل اللي بيأكله. لا، أنا أكله وخلاص، يلا كله يمشي. فمهم نشر هذه التوعية وأنه إحنا نتابع. أول شيء بنوفر هذه المبالغ، وتاني شيء أهم من المبالغ صحتنا. الخبر الثاني من موقع الوطن أونلاين بعنوان حياتك غالية، تكافح المخدرات في 20 مدرسة. وفي التفاصيل، كشفت رئيسة قسم التوعية البيئية والصحية بجمعية ود للتكافل والتنمية الأسرية ابتسام الشيخ المشرفة العام على حملة حياتك غالية للوقاية من المخدرات، عن بدء تطبيق الحملة في 20 مدرسة أهلية وحكومية في شهر محرم المقبل، مؤكدة أن الحملة سوف تستمر مدة عام كامل، وذلك بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم وتحت إشراف إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية. للأسف المخدرات صارت منتشرة كتير في مجتمعاتنا العربية وكمان في السعودية، وتحديدا بين الأطفال بالمدارس. يعني بتدخل في المدارس بدون أحيانا ما يكون في مراقبة كافية، وأحيانا الإهمال من الأهالي أو من الأم أنها ما تتابع ابنها، ما تشوف أوقات. يعني حلو الأوقات الأم تدخل على غرفة ابنها بدون ما مثلا يكون موجود، تشوف إيش فيه في حاجاته، وتلاحظ في شيء متغير عليه في سلوكه وفي تصرفاته. يعني حتى لو كبر هذا الطفل، يعني للأسف في بعض الأشخاص يعني سجائر الحشيش في أي مكان بتكون موجودة، بتنتشر بشكل كبير والأهالي ما يدروا. هذا دور مهم للمدرسة أنها توعي الأطفال والطلاب وتخوفهم من يعني من البداية، وسائل الإعلام، لأنه هذا بتدمر حياتهم. يعني الخروج من يعني دائرة المخدرات قضية صعبة جدا، وتجار المخدرات عندهم طرق مبتكرة جدا يعني، وصعب أنه الواحد بالذات لأشخاص يعني ما عندهم وعي كافي، صعب أنهم يقاوموها. فمهم كمان التوعية تكون أكبر من حجم الأفكار الخطيرة اللي بتكون عن تجار المخدرات. هننتقل لخبرنا الثالث، واللي جاء أيضا من موقع العربية بعنوان انطلاق حملة الشرقية وردية 5 للتوعية بسرطان الثدي. وفي التفاصيل، تنطلق اليوم الثلاثاء في مدينة الدمام الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، والتي تنظمها جمعية السرطان السعودية في المنطقة الشرقية، وذلك بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية. وأكد رئيس جمعية السرطان السعودية في المنطقة الشرقية الدكتور عبد العزيز التركي أن الجمعية أهلت فريقا مؤلفا من حوالي 400 من الكوادر الطبية والمتطوعين للتعامل بشكل فعال مع الشرائح المستهدفة خلال العمل الميداني طيلة أيام الحملة الوطنية التي تحمل شعار الشرقية وردية 5. طبعا التوعية كمان بسرطان، اليوم مواضيعنا في الأخبار فيها كثير من التوعية، موضوع طبعا سرطان الثدي واللي هو منتشر كمان في العالم كله بنسب عالية. مهم التوعية دائما، مهم أنه السيدة ما تخجل لما يجيها هذا المرض، تطلع تتكلم عن هذه التجربة. الحالة النفسية كثير مهمة في هذا المرض، والمهم الواحد يعني إن شاء الله ما حد يعني يصاب بهذا المرض، بس إذا شخص أصيب بهذا المرض يعني الله يشفي الجميع. نفسيته مهم أنه يكون يشتغل على معنوياته ونفسيته. الأهل كمان مهم أنهم يتثقفوا كيف يتعاملوا مع هذا المرض وتعاملوا مع المريض نفسه. التوعية من البداية والفحوصات الدورية هي جزء مهم من حياتنا لازم يكون. الآن حنبقى كمان في السعودية، حيث أسدل الستار أخيرا في جدة على أكبر لوحة في العالم تحمل بصمات السعوديين نحو العالمية، حيث كان حفل الختام لحملة يدا بيد والمهداة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في رقم قياسي جديد تم تسجيله باسم السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الحفل أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين. كاميرا سيدتي طبعا تابعت الحدث من بدايته وقدمت لنا التقرير التالي، نتابعه. أصبح
السعوديون رسميا وحسب موسوعة الأرقام القياسية جينيس هم أصحاب أكبر لوحة وفاء في العالم بعد أن جمعت أكثر من 1,200,000 بصمة يد شاركت فيها جميع شرائح المجتمع وقدموها لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني 83. اللوحة التي أسدل الستار على فعاليتها أخيرا جاءت كأحد أهم الأحداث التفاعلية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مكرم بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هو الذي شرف حفل الختام بحضور نخبة من رجال الأعمال وسيدات المجتمع. الراعي الإعلامي روتانا خليجية ويتسلم الدرع صبري ماجستير. المواطنات بالتعاون مع الغرفة التجارية في إعداد قطع قماش تضمنت 1,000,000 بصمة ولاء للملك، وشرفنا الأمير مكرن لهذه المناسبة. وأيضا هذا المكان اللي انت فيه الآن هو زي ما ذكرت مركز الجدة الدولي لتنمية الأعمال المصفق، هو مكان لكي يولد فرص عمل للشباب. الحمد لله احنا حظينا على 1,500,000 بصمة يد على هذه اللوحة اللي مساحتها 10,235 متر مربع. كان عندنا رحلات مدرسية لأنه من الأهداف الرئيسية لهذه الرسالة هي التوعية البيئية وتفعيل المحافظة على نظافة الوطن. فإحنا الرسالة اللي بنقولها إنه بنقول المحافظة على نظافة الوطن دليل وطنيتك، وهذا هو سبب اختيارنا لليوم الوطني إنه إحنا نختتم فيها الرسالة ونهديها لخادم الحرمين الشريفين. اللوحة التي اعتبرت رقما قياسيا جديدا على مساحة تقدر ب10,235 مترا مربع، وكل ما تم استخدامه فيها كان صديقا للبيئة بدءا من القماش وصولا للألوان، بينما سيتم إعادة استخدام هذا القماش في صنع منتجات على يد الأسر المنتجة. إن الرقم القياسي الجديد هو 10,235 متر مربع، رقم قياسي جديد يسجل باسم المملكة العربية السعودية. بدأنا في المشروع ولسه كان القماش ما انفرد على الملعب، بدأنا أول شيء بفرد القماش، وطبعا كان أخذ مننا مجهود كثير جدا لأنه احتاجنا إلى تقريبا ما يقارب 50 من المتطوعين. وبعد كده بدأنا نرسم حاجة اسمها الأوتلاين، الخطوط الخارجية، قعدنا فيها تقريبا 12 ساعة. وبعد كده جونا عاد اليوم الثاني بعد ما طبعا كنا مرة تعبانين، جونا المتطوعين وبدأنا نرسم الخطوط الخارجية ونبدأ في التطبيع. في مواصفات معينة نمشي عليها في طبعات الأيدي عشان ندخل موسوعة جينيس، وأنا سعيدة جدا أنه دخلنا الموسوعة وغطينا الرقم القياسي على الكويت، ضربنا الرقم القياسي عليهم. يذكر أن الرقم الجديد لهذه اللوحة كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر لوحة خضراء في العالم الذي وصل من قبل ل6,470 مترا مربع. لبرنامج سيدتي بشاير نجار، جدة. مبروك للسعوديين وللسعوديات على هذه الخطوة وعلى هذه يعني الحركة الرائعة جدا. بس خلينا نتكلم شوي عن موضوع النظافة. هي حلو انها المبادرة اطلقت يوم اليوم الوطني، فحلو انه احنا دائما هذا اليوم الوطني نعمل فيه اعمال تساعد على تطوير دولتنا وتساعد على تطويرنا احنا كمان كشعب. موضوع النظافة طبعا عندنا كارثة يعني عجيبة للأسف. الأماكن في الشوارع العامة طبعا هي موجودة في كل لحظ في الدول العربية في أوروبا، بس أوروبا يمكن ما في لأنه في قوانين صارمة بهذا الموضوع، بس يمكن في الدول العربية وعندنا بشكل كبير للأسف. يعني ندخل نروح على الكورنيش الناس تأكل تترك أكلها وتمشي، حتى في بعض المقيمين عندنا صاروا يعملوا هذا السلوك مع أنه في بلدهم أحيانا ما يسووا، بس أنه شايفين بعض الأشخاص بيمارسوا هذه السلوكيات الخاطئة. لما الله عزكم الواحد يدخل الحمامات سيئة أو غير صالحة الاستخدام الآدمي، يعني من كثرة ما في نظافة وما في يعني الواحد في بيته نظيف ما في أنظف من البيوت، لكن في الأماكن العامة هذه أماكن الغير بيستخدمها. أنا صراحة أتمنى أنه يصير عندنا زي ما صار في تركيا أنه في مخالفات، وزي ما بيصير طبعا في أوروبا مخالفات على كل شخص بيرمي النفايات سواء من سيارته سواء في الشارع في أي مكان،
لأنه مو لأنه إحنا محتاجين هذه الفلوس أو أحد محتاج عندنا هذا المبلغ، لا، لأنه الإنسان لما حيدفع فلوس مقابل سلوك عمله حيقول بلاشي أوسخ هذا الشيء، لأنه أوقات كل هذه الحملات التوعوية مع ذلك مازال في نفايات بشكل كبير. فياريت هذا القانون يعني يصير عشان الناس تراعي شوية الآخرين كمان لما يستخدموا نفس هذه الأماكن مرة أخرى. قد ما يكون فخمة وجميلة هذه الأماكن وفيها زراعة ورائعة، إذا ما كانت نظيفة ما لها قيمة. احنا مشاهدينا فقرات سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، الاستثمار المنزلي أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة. أهلا بكم من جديد. أثبتت المرأة السعودية جدارتها وكفاءتها في كل ما أسند إليها من مهام وأعمال، وبيعتبر قطاع الاستثمار المنزلي اللي بيفعل الأيادي العاملة السعودية الشابة وخاصة النسائية من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة. حنتعرف على مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع من الرياض. شكرا هبة، مساء الخير لك طبعا مرة ثانية. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. ومعرض منتجون يعتبر من أكبر التجمعات على مستوى المملكة وحتى الشرق الأوسط على مستوى الأسر المنتجة والمستثمرات. مشاهدينا من المنزل تحولنا إلى رائدات أعمال وسيدات مجتمع وسيدات لهم تأثير في الوضع الاقتصادي في المملكة، تحديدا على الاقتصادات الناشئة والتي بدأت فعلا بأعمال منزلية. مشاهدينا تابع التقرير التالي عن المعرض ونبتدي نقاشنا مع ضيفتنا. رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، افتتح معرض منتجون مساء يوم الأحد في أرض المعارض بالعاصمة الرياض. يسعدني في هذه الليلة المباركة أن أكون بينكم في افتتاح معرض الاستثمار من المنزل والأسر المنتجة، والذي يعد خطوة جيدة مميزة في دعم الأخوات المستثمرات من المنزل والأسر المنتجة. وكما تعلمون أن هذا النشاط يحظى باهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، الأمر الذي يؤكد أن المرأة السعودية دائما متميزة في عملها الذي يحفظ كرامتها وفي نطاق ديننا الحنيف وتقاليدنا الأصيلة، مما يدعو للإعجاب والتشجيع في أن الاستثمار من المنزل لم يعد محدودا بمنتج مهني أو حرفي معين، وإنما امتد لمعظم متطلبات الحياة من أنشطة إنتاجية أو خدمية. منتجون هو أكبر معرض في المملكة العربية السعودية للمستثمرات من المنزل والأسر المنتجة، حيث يضم المعرض أكثر من 500 مستثمرة من المنزل بأكثر من 20 نشاط مختلف. احنا أول مرة نشارك في المعارض، احنا لنا سنتين نشتغل طلبات من المنزل، هذه أول مرة جينا فرصة نشترك معرض مجاني، وإن شاء الله كبداية جدا رائعة، إن شاء الله نشارك مرة ثانية كل سنة. المعرض جدا رائع، والمعاملة المنظمين من البداية ومتابعتهم معنا جدا رائعة، جدا عجبتنا، وإن شاء الله بنشارك معهم أكثر وأكثر. تحت
تأتي فكرة المعرض استشعارا لأهمية قطاع المستثمرات من المنزل وما يشكله هذا القطاع من قوة اقتصادية محركة للتنمية الاقتصادية، ويعتبر من أهم الموارد البشرية للأيدي العاملة الشابة والوطنية. طبعا معرض منتجون يعنى بعرض كافة منتجات الأسر المنتجة. الجمعية من خلال الأسر المنتجة التابعة لديها شاركت ما يقارب من 17 أسرة منتجة تمتلك مشاريع ذات جودة عالية. يقدم لها معرض منتجون فرصة مثالية لتسويق منتجاتها ولتتعرف على المنتجات الأخرى، كيف إمكانية التطوير، كيف تسوق منتجاتها، كيف تصل إلى أكبر عدد ممكن من المجتمع. يعد معرض منتجون من أكبر وأهم المعارض، فهو حلقة وصل بين المستثمرات من المنزل والأسر المنتجة وبين المؤسسات والمنشآت الرائدة، وهو فرصة قوية للسيدات لعرض وتسويق إبداعاتهن وللمستثمرين لتبني ودعم هذه الإبداعات. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. مشاهدينا تبعنا التقرير، ومعنا في استوديو طبعا سيدتي مشاركة من المشاركات في المعرض وهي الأستاذة مها الضوي، وهي رسامة ومشاركة. أهلا فيك. شكرا لكم، شكرا استضافتكم لي بالبرنامج. بداية طبعا مثل ما ذكرتي من شوي هذه أول مشاركة لك في المعرض، حدثينا عنه. أول مشاركة لي طبعا بمعارض. المعرض يعني يعتبر دعم كبير لي، وأنا سعيدة جدا أني مشتركة بهذا المعرض، لأن من ناحية التنظيم، من ناحية المعاملة، الرقيب، التعامل، يعني شفت شيء مرة جميل منهم، وغير أنه إقبال الناس حلو على المعرض. إقبال الناس على المعرض عادة في يعني في أيام الأسبوع ما يكون الإقبال كبير مثل نهاية الأسبوع. لا، نهاية الأسبوع أكيد أكثر. بس يعني اليوم مثلا الصباح في رحلات المدارس والجامعات، فكان في نسبة كبيرة من الحضور. هو فعلا جميل في المعارض يعني اللي تقام هنا في المملكة أو بشكل عام أنها تهتم مو فقط في المنتجات الخاصة بالنساء، عادة تكون منتجات خاصة بالأسرة، إضافة طبعا لأكثر يعني في تنوع بالمعروضات، وبالتالي يكون في يعني كل شيء متوفر للجميع. بالنسبة لك حديثة التخرج وهذه أول مشاركة، لكن كان طبعا معكم سيدات أو مشاركات من صاحبات الخبرة الكبيرة، كيف كان تعاملهم معكم؟ كان تعاملهم جدا جيد، يعني كانوا يجونا وينصحونا ويعني يحاولوا أنهم يساعدونا في هذا الموضوع، لأن طبعا خبرتهم أكثر مننا فبنستفيد منهم احنا. مثل ايش كان في نصايح وجهت لك؟ كانت في رسامه تجيني تقول لي انه اشتركي معارض، ادخلي يعني رسمك حلو، فكانت تشجعني بهذا الموضوع، يعني يجوا يمدحوا الشغل، يمدحوا. انت من متى ترسمي مها؟ رسمك مو رسم يعني، ما شاهدنا اللوحات مو رسم واحده مبتدئه يعني، لا رسم واحده عندها خبرة أو ما شاء الله متابعة للرسم. من متى ترسمي؟ أرسم من وقت ما كنت أدرس بالمدرسة، يعني من أنا صغيرة، فكانت يعني أحلى المواد عندي الرسم. كنت أدور عليها، حتى البنات كانوا يعطوني كراساتهم يعني أرسم لهم الرسمات ولا. خلال رسوماتك لاحظنا أنك تركزي بشكل واضح على الوجه، ليه؟ هي أغلبها عن لأن البوب أرت، أنا أحب البوب أرت، كيف يعني أقدر أغير في الوجه بالطريقة اللي أنا تعجبني. يعني اللي ما في قيود، يعني أتحكم في الرسم على كيفي. نعم، شخصيات كان في شخصيات طبعا بداية من الملك عبد الله ربي يحفظه، إضافة طبعا لأصحاب سمو الملك فيصل، الملك فيصل الله يرحمه. كان أيضا في شخصيات سينمائية، الجوكر مر علينا الجوكر من شوي. نعم. ليه؟ لأنه شخصية مشهورة، ومن يعني الأشياء المميزة بالبوب أرت أنك تطلع الشخصيات المميزة والمشهورة، وهو عبارة عن يعني أنك تشهري هذه الصور. يعني كيف أقول لك؟ هو فعلا شخصية مشهورة تحديدا، لأن الممثل توفى يعني خلال هذا الدور. أكثر شيء تنتبهي لي في ملامح الوجه لما تبتدي الرسم أو لما تشوفي أحد وخلاص تخططي أنك ترسمي؟ أخذ صورة فرست زون اللي طالعيها وين؟ عيون. العيون ليه؟ ما أعرف، تجذبني العيون.
لها علاقة بعلم دراستك اقتصاد ما لها علاقة في الموضوع، لكن قرأتي مثلا في علم النفس أو في كتب لرسامين مثلا معروفين استفدتي من خبرتهم؟ يعني رسامين ممكن زي أندري وورهول من يعني كبار رسامين البوب أرت، هو اللي رسم مارلين مونرو الرسمة المشهورة حقته، فجذبتني طريقة رسمه فبالتالي اتجهت لها يعني. إلى الآن ما شاء الله كلامك حلو مستوعبة وعارفة الخط اللي بتمشي فيه من ناحية الرسم، لكن دائما أي شخص وإن كان موهوب بحاجة إلى خطة تسويقية، عندك هذه الخطة التسويقية وعلى أي يعني كيف تعتمدي على كيف تسوقي أعمالك؟ يعني أوكي لكل إنجاز لازم ما الإنجاز ما ينتهي بنجاح، النجاح إنك تستمري بالإنجاز إنه ما توقفي لازم تستمري. فإن شاء الله يعني أنا أكيد بستمر، أكيد بحط خطة لنفسي، بطلع بمعارض، يعني هذا المعرض كان دافع لي أني البداية، وإن شاء الله المعارض الجاية أكثر وأكثر إن شاء الله. إضافة للمعارض، وسائل التواصل الاجتماعي اللي صارت وسيلة متاحة للجميع للتسويق على مستوى يعني يكون مثلا في ويب سايت أو موقع يعني جديد على طول في استغلال جيد له من ناحية التسويق، سوقي عن طريق هذه المواقع؟ إيه نعم، يعني كان الإنستغرام كان يعني أسهل طريقة لي، وكان إقبال كثير من الناس عن طريق إنستغرام، حتى يعني سهولة إني أقدر أعرض صوري والرسمات، فتجي طلبات عن طريقه. وفعلا في عمليات حركة أو في بيع؟ في حركة وفي بيع. في المعرض كان في حركة بيع مو بس لك أنت، للمشاركات على الأقل اللي حولك؟ إلا كان في بشكل كبير. حلو. مثل هذه المعارض يعني عادة يؤخذ عليها أن يعني أنت وضحتي أن كان في تعاون من بعض المشاركات، لكن يؤخذ عليها أنها بالغالب تكون للصفوة أو للمصممات المعروفات البيزنس وومن؟ لا بالعكس بالعكس، في إقبال كثير على كل المشاركات الجدد واللي توهم يطلعوا لأنها كلها أعمال يدوية و كلها شو يعني الناس جاية عشان تشوف شغل يدوي وشغل ناس من بيتها بتشتغل، ما قاعد تروح مصانع وتروح للشركات بتساعدها. فبالعكس في اقبال جميل. ميزه خلال هذا المعرض انه كان فعلا في دعم واهتمام بشكل واضح، سواء طبعا برعايه او حتى الافتتاح وتشغيل الموقع الالكتروني من في اهتمام صاحب سمو الملكي امير منطقه الرياض طبعا الامير خالد الله يحفظه، يعني كان لي دعم جدا كبير خاصه للاسر، وكان وجوده يعني كان تشجيع كبير لكل كل المنتجين. بتكملي في مجال الرسم او بيكون عباره عن هوايه الى جانب مثلا تخصصك العلمي، بيكون بيزنس مستقل في يوم من الايام؟ تخصصي انا اداره وهوايتي رسم، فاقدر استغل الاداره مع الرسم في مجال واحد. حلو. ادير نفسي يعني. بعض سيدات الاعمال هنا يعني انا مثلا مره التقيت في مهندسه فعلا جمعت ما بين كملت دراسة الهندسة إضافة لخبرتها في مجال البزنس الإدارة وعملت شركة خاصة فيها. إلى الآن ما عندنا يعني بشكل واضح شركات تهتم بالفن التشكيلي أو بالفنون بشكل عام، ممكن نرى في يوم من الأيام مثلا شركة تهتم بتسويق الأعمال الفنية للمبدعات السعودية؟ يعني إن شاء الله أنا أحس قريب ممكن هذه الأشياء تبرز، لأن قاعدين يشجعوا كثير عندنا المواهب، و فأنا أعتقد أنه إن شاء الله قريب حيصير فيه. إضافة للوحات في هنا الماجز يعني الشنب هذا منتشر بشكل كبير، الموناليزا، أودري هيبورن أعتقد بالنص، أودري صح. أودري إيش بالضبط اللي أنت عملتي هنا؟ رسمتها على الورقة وحطيتها في الكوب، يعني ممكن تكون حسب طلبيات أو ممكن أنا شيء عجبني ولفت انتباهي وشفت مثلا يعني شيء جميل حطيته. ممكن تيجي أو بشكل عام يعني كنوع من التميز أو الخصوصية البعض يطلب شيء خاص فيه، تنفذي طلبات خاصة؟ أيوه ممكن تكون بورتري رسمات وجه أو إذا عندهم رسمات معينة. كمشاركة في المعرض أكثر شيء من الإبداعات أو الأعمال اللي قدمت ولفتت انتباهك في المعرض؟ أكثر شيء في رسم كثير جميل، في طباعة على اللوح كمان جميلة. ممكن في يوم تتطرقي لفن مثلا فن التعامل مع الأحجار الكريمة أو مع حتى المعادن مثل الفضة أو النحاس أو غيره من الذهب مثلا؟ ممكن. عندك هذا التخطيط؟ أيوة يعني أنا أحس نفسي بين فترة وفترة قاعدة أتجه لأشياء مختلفة، فيعني الواحد يطور نفسه ويتعلم أشياء جديدة، بالعكس كذا يبني نفسه.
والله طبعا نتمنى ان شاء الله ما شاء الله يعني نشوف ابداعات مختلفه تحديدا، وان في اهتمام كبير بالمبدعات السعوديات صحيح. وان شاء الله من هنا الى الاحسن طبعا. مها يعطيك العافيه، ما تضوي رسامه ومشاركه في المعرض. شكرا لك، يعطيكم العافيه. ومشاهدينا بس نذكركم بان المعرض مدته 7 ايام، افتتح الاحد الماضي ومستمر حتى يوم الاحد القادم باذن الله. في المعرض في 9 اقسام، مشاركه باكثر من 500 مستثمره من المستثمرات في المنزل. سعيدين طبعا جدا بان بعض سيدات هم اللي حتى غيروا مجال عمل أزواجهم، صاروا شركة لهم في هذه المنتجات اللي يقدموها. وطبعا في أكثر من نشاط مختلف مثل ما شفنا اليوم، طبعا فنانة تشكيلية جميلة جدا، إضافة للملابس، للمأكولات، للأحجار الكريمة أو القطع اللي تعتمد على الحجارة الكريمة. يعني مشاهدينا نتمنى إن شاء الله تزوروا المعرض وأكيد تعطونا رأيكم. وسيدتي دائما مستمر مشاهدينا متابعة طيبة بعد فاصل قصير. سيدتي نت الموقع الأول عربيا. سيدتي نت نمبر 1. سيدتي نت الموقع الأحلى برشا. موقع سيدتي نت هو الموقع العربي الأول. الموقع النسائي الأول. سيدتي نت الموقع النسائي الأول. سيدتي نت الموقع النسائي الأول عربيا. سيدتي الأولى على طول. سيدتي بعد الفاصل، الطموح أولا أم الزواج؟ أهلا بكم من جديد. هذه الفقرة حتكون فيها نقاش مهم بين الشباب عن موضوع بيخصهم، عن الشباب والشابات. لا شك أنه قرار الزواج بيعد من أهم القرارات اللي بيتخذها الإنسان في حياته، والبعض بيفضل أنه يأخر سن الزواج وبيسعى أنه يحقق طموحه ويحقق ذاته قبل ما يدخل في مسؤوليات تكوين الأسرة ومصاريف الأسرة والأبناء. البعض الآخر بيعتقد بأنه الطموح ما يجب أنه يوقف في وجه الزواج، بالعكس بيكملوا بعض. حتى نتكلم أكثر عن الموضوع معنا في الاستوديو يوسف الصالح، وهو طالب قانون بيرفض الزواج قبل ما يأمن مستقبله، وداري الصويطي طالب في القانون كمان وهو مع الزواج والدراسة في نفس الوقت. أهلا بكم. يا هلا وفي. أنا حبدأ معك يوسف، يعني أنت مع الرأي الغالب للشباب والشابات أنه خلينا ندرس، خلينا نشتغل، نجمع مبالغ معينة عشان نقدر نكون أسرة ونلبي احتياجاتهم. فإيش رأي الأهل في هذا الموضوع؟ يعني الآن في تأخر كبير صاير في كل العالم العربي وحتى في السعودية في سن الزواج للفتيات وللشباب عشان هذا السبب. فأنت إيش رأيك؟ أهلك إيش بيقولوا لك؟ والله هم بيقولوا لي أتزوج هذا، بس أنا فكرة أني أكمل طموحي وبعد كذا أتزوج. أنا يعني ايش تكمل طموحك؟ تخلص دراستك وبعدين ايش تعمل؟ دراستي وبعد كذا اكون نفسي واتزوج. تكون نفسك كيف مثلا؟ يعني تكون نفسي في وظيفه فاستقر وبعد كذا اتزوج. وهذا اظن يمكن نسبه كبيره يعني هذا رايهم. طيب انت ضاري عندك راي ثاني انه لا ممكن تتزوج مخالف لها يعني. اي مخالف. يعني ممكن تشتغل وتدرس في نفس الوقت، فكلمنا عن الموضوع. مو مشكله يعني، اهم شيء انه يكون الراحه والاستقرار. وال الوالدين يعني ما هم رافضين انه فكره الزواج، بس انها يعطيتهم السلامه اللي هو كيف اقول لك لا هل الله. يعني الاهل دائما بيكونوا مع انه ابنهم يتزوج بدري، بس الغالبيه تقول لك لا خلينا نصبر شويه. انت لا انت مع انه الاهل يعني يقولون كمل بعد الدراسة إن شاء الله يعني يكون كل شيء تمام، لأن تقدم على وظيفة وتكون مستقر للحياة وإن شاء الله يعني تكون لي والله يكتب لي فيها الخير. أنت ليش طيب مستعجل؟ ما تصبر شوي تخلص دراستك وتشتغل؟ والله أنا مو مستعجل، لكن لو في أحد يكون يشاركك في الغربة. صح ان الامارات يعني لا تسمى غربه لانهم يعتبرون اخواننا ودوله شقيقه للسعوديه، وطباعهم تشبه طباعنا. أنا أقصد كان لي في الخارج يعني مثل اللي في أوروبا. الحين سيبنا من الخارج، أنت هنا في الإمارات. أنا هين. ليش 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 مستعجل؟ يعني ليش ما تفضل إنك تأجل الخطوة هذه؟ أنا من يعني في النهاية لا مع أو ضد، بس حابة يعني الناس كمان تسمع وجهة النظر. صح. أنا أفضل يعني لأنها تكون في بين الاثنين راحة واستقرار وتعرف على بعض أكثر. ويكون بينهم ألفة ومحبة يعني. طب كيف حتتحمل تكاليف الزواج؟ أنت طالب الآن بتدرس،
الزوجة يبغى لها مصاريف، التزامات البيت، يمكن لو الله أكرمكم بطفل كمان له التزاماته ومصاريفه. صحيح. فكيف حتقدر الآن إذا أنت طالب؟ أنت ذكرتي قبل الشيء هذا أنه ربطتي بين الوظيفة وش بين الشغل والدراسة. أي. فمو مشكلة يعني لو أني أدرس وأقدم على وظيفة وأتوظف، فيعني ما راح يكون هذه يعني آخر الحياة. يعني تبغى أهلك يساعدوك ماديا؟ لا، أهلي يعني أهلي مو مقصرين لو أني بيساعدون، بس انها انت زي ما قلت لك بالفقره اللي قبلها انه انت ذكرتي قبل شوي وظيفه ودراسه. يعني ادرس وفيكم وقت لل انت قصدك عني انا؟ لا لا لا، ها اقصد يعني انت قبل شوي قلتي ذكرتي انه في وظيفه وفي دراسه. فانا لا مانع يعني اني اشتغل. حيكون صعب عليك. ودراسه مو مشكله. أهم شيء تكون الراحة والاستقرار. طيب كويس. أنت يوسف إيش ملاحظ غالبية الشباب رأيهم، وليش يا ترى في رغبة أنهم يتأخروا شوية؟ أكيد طبعا نفسه غير ناحية نتأخر في الزواج وفي القرار هذا، أكيد يبغى يضمن مستقبله، بأمن مستقبله، بأمن حياته، وبعد كذا يعني ياخذها على راحته على مهله، يعني يغلق دراسته ويتزوج. هل تعتقد كمان انه في دور لانه الشباب والشابات صار عندهم طموح، واحيانا يعتقدوا انه الزواج في بعض الاحيان ممكن ما يوصلهم لطموحهم، يعني التزامات الزواج اوقات تعطل، فيفضل انهم يشتغلوا قبل ينجحوا يعملوا اكثر من انجاز وبعدين يتزوجوا؟ هذا يمكن السبب؟ اكيد. ولا يعني المصاريف الغاليه ولا ايش السبب؟ لا هي نسبه وتناسب، يعني زي ما تفضل الدراسه بعد كذا الزواج، يعني أول شيء يبدأ في الجامعة ويخلص الجامعة وبعد كده الله يوفقه ويتزوج. طيب حلو. إحنا حنتكلم كمان مع اختصاصي حتى نفهم ليش الشباب والشابات بيحاولوا إنهم يتزوجوا في عمر متأخر نوعا ما أو غير المعتاد عليه. حتى نتكلم أكثر عن الموضوع بينضم لنا عبر الساتلايت الباحث الاجتماعي الأستاذ محمد خلف. أهلا فيك. حياك الله. حياك الأستاذة. أهلا فيك أستاذ محمد. برأيك كيف ممكن يأثر الزواج على طموح الشباب والشابات في مجتمعاتنا؟ يعني الكثير من الشابات اللي في عمري أو الشباب اللي في عمر الأخوان أو في الأعمار المختلفة في العشرينات كله بيفضل التأخير في الزواج، هل فعلا الزواج معيق لطموح الشباب والشابات؟ أولا مسيكم بالخير. الحقيقة أنا سمعت الأخ يوسف والأخ ضاري، وتمنيت الحقيقة أنه لو كان هناك رأي آخر وهو الرأي النسائي حتى لا يكون هناك يعني إجماع. والله إحنا كمان كنا حابين بس للأسف يعني ما كان فيه. لا لا حقيقة يعني هذا أمر يعني هذا مجرد يعني ملاحظة. الأمر الآخر هناك يعني ترى الأخ يوسف وضاري لم يختلفوا الحقيقة، ولكن لدينا مشكلة إن الزواج لم يكن عائق أبدا للطموحات. الطموحات بالعكس الزواج أصلا هو طموح. إذا تسألين الآن يوسف تسألين ضاري، هم طموحهم يتوظفون يتخرجون من الجامعة حتى يتزوجوا، فهذا دليل أنه هذا الموضوع كلام رائع، لكن أنا بتكلم يعني على النسبة الأكبر من الشباب والشابات بيقولوا أنه لا ما مو زي زمان حتى الآن على تويتر. حتى على تويتر معليش أستاذ العزيز الآن كيف معليش أنا قبل كل شيء لما نأخذ قضية ونتناول قضية لابد أن نتناولها بشكل علمي وبشكل إحصائي وبشكل عددي. الأكثرية ما هي الأكثرية التي تؤيد والتي ترفض؟ يجب هنا أن يعني نلاحظ هذا الأمر حتى يعني أقنع الآخرين. لابد يكون لدي شواهد وليس فقط تنظير. مسألة أنه الأكثرية ما هي الأكثرية؟ يعني ما هو الآن في زواجات تصير، يعني هل دليل أنه هذه الزواجات اللي تصير يعني نادرة؟ أبدا. يعني هناك لا ننظر لجانب ونترك جانب آخر يا أستاذة العزيزة. الزواج هو إعمار للكون وإعمار للمجتمع وهي تنمية. صح. ولا يمكن أن ينمو هذا المجتمع دون أن يكون هناك يكون هناك زواج. اسمح لي الموضوع بس أنت فاهمه نعم. بطريقة مختلفة. أنا بتكلم أنا إنسانة متزوجة يعني. طيب. أنا ما ضد الزواج، أنا عارفة أنه إعماره شيء أساسي في حياة المرأة والرجل، لكن النسب والإحصاءات في العالم العربي وفي السعودية الفتيات كانوا 18-19 يتزوجوا، الآن صاروا 20-25-28، الشباب كانوا 20-25 مع ولده، الآن 30-35، يعني هذا الشيء مش بس عندنا، موجود في العالم.
لم أختلف. الآن لو تسمعين لرأي المرأة تجد لها مبررات، وتسمع رأي الرجل مثل الآن مثلا يوسف وضاري، يعني يحبون يأمنون الوضع المادي حتى يحققوا الرفاهية في حياتهم، والرفاهية هذه ليست رفاهية مجرد وقتية، رفاهية مستمرة. يعني هذا الترابط والعوائق اللي حصلت الآن في مسألة الزواج وارتفاع مستوى العنوسة والعزوبية، طال العزوبية نتكلم عن الشباب والعنوسة للمرأة طبعا، ارتفاعها هي نسبة وتناسب. ارتفاعها الآن في شكل ملحوظ يعني على مستوى المجتمع السعودي أو المستوى الخليجي طبعا، لأن هناك اعتبارات اقتصادية، اعتبارات اجتماعية، أصبح هناك يعني المعيار الاقتصادي والمعيار المادي موجود في عملية أي تنموية. لذلك تحصل أنه يعني لما تسأل الشاب ليش ما تتزوج، عمرك 30 سنة 35 سنة ما تزوجت، والله ما حصلت وظيفة، والله أنا عاطل، أنا تخرجت من الجامعة حتى الآن ما أستطيع. يعني حتى لما يروح يقدم على وظائف يتكلم تجد أنه من ضمن أهدافه أنه يبغى يتزوج، وهذا طبعا شيء شكل إيجابي أنه يسعى في هذا الموضوع. لكن الأسباب نرجعها إلى 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 أمور كثيرة، منها ارتفاع الـ 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 يعني قلة الدخل أو ضعف الدخل المادي، المهور والتكاليف والعادات اللي أصبحت الآن يعني تأخذ بشكل رفاهية، برضو هذا يعني لها تأثير كبير وتنهك يعني جيب الأهل، أهل الزوج والزوج كذلك. يعني الآن في وقت الحاضر الآن الشباب أغلب ما يتزوج، الأغلب الآن يتزوج وعليه ديون ويسدد من ديونه حال على الزواج هذا. لكن عفوا أستاذ محمد، طبعا ما اختلفنا. أنا تفضل أعطيني بس فرصة عشان يعني الوقت ونستفيد أكثر من الأسئلة أوكي. معك يعني في الآخر أكدت أنه فعلا في تأخير بيصير، وهذا شيء موجود في كل مكان. إحنا ما إحنا ضد الزواج، بالعكس إحنا نبغى نفهم ليش في تأخير حتى تتخفف هذه المشكلة إذا كانت مشكلة، حتى نفهم نفسية الشباب والشابات. طيب هذه مشكلة أوريدي موجودة، أنه مش مشكلة، هو وضع أنا طبيعي. أعطيك إياها أوكي سادة العزيزة، أعطيك إياها في أمرين. بالنسبة للشابة، بالنسبة للمرأة لما تتأخر في الزواج، على اعتبارات هناك أن الرجل حتى الآن لم يستطع أن يقوي يعني 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 لديه إمكانيات أن يفتح بيت ومسؤولية. إيه وهذا الكلام إحنا عارفينه يا أستاذ ليش محمد. تأخر برضه. إيه وهذا الكلام إحنا عارفينه، وإحنا هذا كنا نبغى نسمع. هذه الأسباب، هذه. إيه بس الآن عشان عرفنا الأسباب. هذه الأسباب. طيب برأيك إيش الحلول الممكنة؟ الغلاء المعيشة صاير شيء كبير وموجود في كل مكان، يعني مش عندنا بس في السعودية. المتطلبات تبعت الحياة للفتاة أو للشاب زادت. موضوع غلاء المهور يعني عشان نكون واقعين وعلى أرض الواقع، صار في كثير من الأهالي بيخففوا المهور الآن لأنه صاروا بيستروا بناتهم ويزوجوهم. أوكي لسه ما زالت المبالغ غالية مقارنة بالدول الأخرى، لكن إحنا فين مثلا المهور دول الخليج الثانية؟ يعني خفت المهور الحمد لله بشكل عام، في صار وعي إن شاء الله يزيد أكثر. لكن هذه المشكلة كيف ممكن الأهالي يحاولوا يعني سواء الشاب أو الشابة يتفهموا بعض ويصير في ارتباط بينهم في وقت مناسب، كيف نخفف من هذا الموضوع؟ والله هذا اولا بالنسبه يعني ارتفاع المهور وغلاء وارتفاع الارتفاعات الحاصله في المهور، هذه اصبحت كليشه الان قديمه. الان ممكن الان ادفع مهر قليل لكن التكاليف يعني اكثر، صح تكاليف الزواج لا تتوقف على فقط على المهر، يعني الان هناك تكاليف اخرى، يعني ارتفاع الاسعار وارتفاع المعيشه برضو لها 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 دور في الموضوع هذا. الامر الاخر يعني هناك مشكله، حتى يعني نضع ايدينا على المشكله الاساسيه، هناك مشكلة لو انحلت كل المشاكل سواء للمرأة أو سواء للرجل، وهو توفر سكن والوظيفة. عنده يكون هناك مصدر مالي للشاب ويكون هناك سكن مناسب، تصدقيني أن ما هيكون عندنا أي مشكلة في العنوسة ولا في العزوبية. تحصل طيب. أن الشباب يعني بالعكس يعني يحققون أهدافهم في هذا الجانب. طيب هل بتشوف أنه يعني أوكي ولكن إحنا خففنا المهر مثلا وقلت فضل. المهور نوعا ما عن الأرقام اللي كانت موجودة سابقا، الشاب والشابة يبغوا يتزوجوا، إذا ما كان في عندهم مثلا شهادة وما كان متخرج ما كان معاه شهادة على الأقل حتى يلاقي وظيفة، الآن صار اللي معاه ماجستير، يعني ما شاء الله صار نسبة الماجستير والدكتوراه عندنا في السعودية عالية، فشخص ما معاه بكالوريوس يبغى يتزوج ويكون أسرة في هذا الغلاء الموجود في المجتمع، يعني قد ما تكون متفهمة الفتاة عندها متطلباتها كمان وهو عنده متطلباته، فترة الدراسة أصلا بيكون فيها ستريس وشد أعصاب بينهم، فما بتشوف أنه أفضل يكون الواحد جاهز صحيح. عشان ما يصير في ديون، يعني اللي معاه وظيفة بيصير عنده ديون، فما بالك اللي ما عنده وظيفة؟ والله شوف مسألة الديون يعني إذا الديون على زواج أنا أعتبره دين إيجابي ليس سلبي،
حقيقة، لأنه له أهداف أخرى. يعني من خلال التجربة، من خلال ما نشاهد الآن، يعني حتى في بعض الزيجات التي حصلت أصبحت انطلاقة قوية للرجل وللمرأة كذلك، من وضع يعني من بسبب الوضع المتوسط أو الضعيف في الأسرة، فيجد لديه طموح كبير أن يشق طريقة، أن يكمل دراسته. لكن هناك العملية عملية تربوية، عملية تنشئة أسرية، يدخل فيها عدة عوامل، ليست فقط المادة والسكن هي الأساس، هي أساسية طبعا، لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة. هناك عامل الأسرة، تربية، هل الرجل فعلا أنا كأب الآن هل أستطيع، هل أرى أن ابني فعلا مستعد للزواج، تحمل المسؤولية؟ بعض الأحيان أنا أقرر داخليا أنه غير مستعد، وكذلك الفتاة. يعني أنا الآن هل أرى الفتاة أنها جاهزة الآن أن تكون يعني ربة منزل وربة بيت وصاحبة مسؤولية وأولاد ومسؤوليات؟ بعض الأحيان تكون التربية التي تنشئ الأسرية الداخلية لا تلقى عليها جوانب يعني مسؤوليات، لا يعني تشارك مهم تشارك في اعمال الأسرة. اسمح لي، اعتقد مهم التفاهم بين الشخصين، لانه غالبيه الفتيات من اسر مرتاحه، في عندها خادمه في البيت، لما تتزوج دوبها بتاسس حياه، صعب انه يكون عندها هذه الامور المهمه اللي كانت في حياتها في بيت اهلها. فحلو يتفاهموا الاثنين مع بعض ويكونوا حياتهم تدريجيا. بس احنا راجعين لك استاذ محمد، ابقى معنا. عفوا اسمح لي بس عشان الوقت، ابقى معنا. احنا كاميرا سيدتي استطلعت اراء الشارع، خلينا نشوف الناس ايش قالت، يعني مع موضوع الزواج اولا ولا الطموح، في ناس كانت مع او ضد. خلينا نتابع التقرير ونرجع نكمل حوارنا. لا، انا مع تحقيق الطموح. ممكن في بعض الحالات ان الزواج يعيق تحقيق الطموح، لأن في ناس ما عندها القدرة أنها توفق بين الزواج والطموح أو الدراسة أو الوظيفة أو أي من هذه الأشياء. فأشوف أن واحد يحقق طموحه أول وبعدين يتزوج. مع الزواج. إذا كان الزوج يساعد على تحقيق الطموح فإن الزواج والطموح يتحقق. والله أنا مع الزواج ومع تحقيق الطموح. يعني الزواج إذا كان الإنسان في حاجة أنه يتزوج أنا معه، بس إذا كان يبغى يكمل طموحه ويحس أن الزواج عارض له ممكن أنه يعني يكمل طموحه ويخلي الزواج فكرة مؤجلة. لا طبعا أنا مع تحقيق الطموح، لأنه قد صار لي قبل فترة تقريبا قبل 6 شهور انعرض علي زواج، وكان الشخص مرة كويس يعني عمره مناسب وكل شيء، لكن اقترح علينا نطلع لندن عشان هو يكمل دراسة وأنا أترك دراستي بالرياض، عرفتي؟ فأنه قلت لا معلش، صح أنت كويس ولدنات وصح أنت كل شيء، بس أنا لا، دراستي أولى. يعني ما تعبت كل حياتي عشان تجي أنت وتلغي كل طموح. والله مع الزواج، لكن في إمكانية أنه نجمع الاثنين، الزواج وتحقيق الطموح، فيكون كذا أفضل. لا أكيد مع الزواج، لأن الزواج هو اللي بيساعدك على الطموح أكثر. أي، وزوجتك أكيد أنها بتساعدك زيادة على الطموح، وتصير بالعكس بدل ما يكون تفكير واحد يصير عندك تفكيرين. صراحة أنا مع الاثنين، إذا كان أنه الزواج راح يساعدك على هالطموح يكون الأفضل، أما أنه إذا ما كان راح يساعدك فالأحسن أنه طموحك الأفضل من كل شيء، هو اللي راح يبقى لك طول حياتك. لا مو عيب، عادي على حسب الزوجة اللي راح تتزوجينه وتفكيره. وراء كل رجل عظيم امرأة. تحقيق الطموح طبعا، لأن إذا حققت طموحي أكيد إن شاء الله أن يعني بيجيني اللي أحسن من اللي قبل ما حقق طموحي وياخذني. طبعا تحقيق الطموح، لأن الزواج يعيق التحقيق، وما في الحين يعني ناس كذا أزواج صح، لأن يعني كلهم صاروا يهتموا الزواج، لأن واحدة موظفة وزي كذا، أما واحدة تبني نفسها بنفسها أحسن. موضوعنا صراحة عامل ضجة، يعني أنا حابة الموضوع والحوار. مشاهدينا هقول لكم حاجة، وقت الإعلان يعني لما كان بينعرض التقرير كل واحد فيهم يقول اسمع 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 أنت، فهم الاثنين كل واحد بيحاول يقنع الثاني برأيه. يعني في النهاية أنا أشوف أنه بس لو تلاحظين معليش، يعني لو تلاحظين يعني أكثر الجمهور مع المؤيد ان الزواج، بس لا تنسى أنه هذول شريحة معينة. لحظة، الزواج يدعم الطموح. لحظة، هذه شريحة معينة من الناس، مش كل المجتمع، يعني الناس اللي كانت موجودة في المكان. صح. في النهاية يعني لا أنت غلط ولا هو غلط، ولا أنت صح ولا هو صح، المهم الواحد لما يأخذ قرار يكون قد هذا القرار. بس في واحدة من الفتيات أنا عجبني تعليقها، أنه لما جاها شخص قال لها لا تكمل دراستك واجلسي، كمان حرام، هي تعبت وأهلها تعبوا عليها، خليها تكمل طموحها. في سعوديين وسعوديات بيسافروا برا بيدرسوا ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس مع بعض الاثنين، أحيانا بيصير طلاق
احيانا لانه ما في توعيه انه الدراسه ما هي سهله والغربه ما هي سهله، فبيصير انفصال. فالواحد لما يعمل خطوه يدرسها من كل الجوانب، مش عشان يعني احساس كده في رغبه انه والله انا ابغى اتزوج ولا يكون عندي زوجه في البيت، ما ابغى اقعد لوحدي، ما ابغى، لا حلو كل شيء يكون مدروس. في النهايه انتوا الاثنين ممكن يكونوا صح ممكن يكونوا غلط حسب ايش قراراتكم في الموضوع. نرجع لاستاذ محمد بشكل مختصر. استاذ محمد، كيف نقدر نوازن بين الزواج وتحقيق الطموح؟ بالعكس ما في توافي متوازنه، يعني حتى التقرير اللي سمعناه من شوي يعني اغلبهم حتى البنات والشباب متفقين يعني على ان الزواج هو طموح، وليس يعني وهذا تم يعني هذا مؤشر ايجابي. يعني حقيقه انا سعدت بالكلام اللي سمعته الان، رغم انه يعني شريحه معينه لكن تعطي انطباع جميل خاصه لدى الفتيات. يعني لدى الفتيات الان لديهن رغبه في الزواج، لكن عملية الزواج والطموح أنا أعتقد أنها عملية متطاردة، يعني ليست عكسية أبدا، بس تحتاج إلى عدد إلى استعداد وتحديد هدف. أنا بس ودي أسأل سؤال السادة عزيزتي الضيفين اللي عندك الشباب، يعني أنا بسألهم يعني بشكل عام يعني ليش يبغى يتزوج؟ هل وش الزواج؟ هل وش المراد فيه الآن؟ أبغى مفهوم الزواج عند الشباب ما هو؟ أنا في الوقت الحالي جاوب وليش تبغى ترى الآن عندنا مشكلة. كمل نص ديني. أيوة تكمل نص دينك، بس إنه يعني إيش الهدف؟ طاعة حلو. واستقرار و طاعة والاستقرار. وأنت ضاري شوفي أسكت أنا نفس شوف لو أنا أحب يوسف معليش يعني أسلم. جميل جدا أن نتحاور بهذا الجانب، لأن هناك شريحة كبيرة يشاهدوننا الآن وفعلا لو طرح عليهم هذا السؤال ما عنده إجابة واضحة. هل تبغى تتزوج لكمال نص دينك؟ هل تبغى تتزوج من أجل يكون لك أولاد وبيت وكيان؟ هل تبغى تتزوج أن تحقق متعة معينة مع المرأة؟ يعني هل يجب أولا أن نحدد أهدافنا من الزواج؟ ولذلك هنا تأتي عملية عدم التفاهم بعد الزواج. هناك مطالبات الآن أن يكون هناك يعني حوار وتفاهم بين الشاب والشابة قبل الزواج، وهذا خطير جدا الحقيقة إذا أخذناه إلى هذا المنحى. لكن يجب على الشاب أن يكون مستعد فعلا نفسيا ومستعد معنويا لهذا القرار. القرار إيجابي بحد بحذافيره، رغم يعني ما يشوبه من بعض الحالات الموجودة، لكن ليست هي القاعدة وليست هي الظاهرة الموجودة. احنا الآن نجد عن حالات الطلاق. عفوا، احنا طبعا نبغى نشكرك استاذ محمد خلف لان وقتنا انتهى في هذه الفقره، لكن فعلا هذه ما هي القاعده، بس في حالات تاخر في سن الزواج في العالم كله بنسب ودراسات، وكثير من الاشخاص بيفضلوا، صارت المراه الان بترغب في تحقيق طموحها. كانوا زمان حتى على وسائل السوشيال ميديا، يعني الواحد لما يدخل على تويتر على فيسبوك، لما حتى في المنتديات، لما حتى قابل اشخاص، غالبيه الفتيات بتتمنى انها تحقق طموحها اول، تكمل دراستها بعدين تتزوج، لانه كان زمان المراه الحياة ما كانت مكلفة، ما كان في طموح كبير، كانوا السيدات في البيت بتجلس صحيح. مع أولادها. الآن صارت تشتغل يدا بيد صحيح. مع الرجل يساعده في تكوين الأسرة، فصارت الحياة تغيرت. مو معناتها أنه ما نتزوج، أنا تزوجت لأني أنا مقتنعة أن الزواج مهم، بس الواحد يختار التوقيت المناسب للزواج. أنا حابة أشكر وجودكم معنا، أتمنى لكم التوفيق في الزواج عموما في الوقت اللي تختاروه، وشكرا لوجودكم في هذه الفقرة. مشاهدينا، يعني في النهاية الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وهذه صايرة ظاهرة عامة في كل مكان. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الفقرة، وإحنا متابعين وسيدتي متابع بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. سيدتي زوري، سيدتي قردي، سيدتي اكتشفي، سيدتي نت، سيدتي نت تابعي. مرحبا بك في سيدتي نت، الموقع النسائي الأول عربيا. بكم من جديد في فقرة مجتمع أونلاين لهذا الأسبوع. برحب معايا بهالة سرور، مسؤولة صفحة فيسبوك في سيدتي، وفرح آل إبراهيم، مسؤولة حساب سيدتي على تويتر، حتى يكلمونا عن أبرز المستجدات في سيدتي دوت نت، وعن تفاعل الجمهور مع الحملة البيضاء اللي نظمتها سيدتي بالتعاون مع جمعية الأمان الأسري. أهلا فيكم. أهلا فيك. مرحبا هبة. مرحبا. خليني أول شيء أتكلم مع هالة وأرحب فيكي، وكمان أعرف منك إيش هي أهم العناوين لفيسبوك لهذا الأسبوع. بداية هبة، خلينا نحكي عن أهم المواضيع اللي لاقت رواج على الموقع وكانت عندنا عليها نسبة مشاهدات عالية.
يعني أول موضوع كان بيحكي عراقية حامل ب 13 جنين. المشكلة أنه زوجها كان مبسوط، هذا اللي يزبط مبسوط الست حتموت. المشكلة مو هيك كمان، المشكلة أنه تزوج عليها بعد ما وقفت، قررت أنه توقف على الإنجاب، تزوج عليها زوجة ثانية بعد ما زوج عليها حملت ب 13 جنين. يا سعد، فهذا الخبر كان يعني كان عليه تعليقات كتير ونسبة مشاهدات عالية. طبعا في الخبر الثاني اللي هو والدة شجون بالتبني بعد الفيديوهات اللي طرحتها شجون على إنستغرام بحسابها الشخصي. طبعا سيدتي عملت مقابلة مع والدتها وأخبرت يعني بتصريح حصري أنه شجون بتعيش بعيد عن الأهل ووالدها مريض. طبعا الموضوع الثالث اللي هو سبع طرق عملية لتزيين باقة الزفاف للعروس. طبعا اكيد خلص موسم الصيف، لكن اكيد يعني زواجات مستمره يعني بالضبط، تحديدا بعد الفقره اللي عملناها من شوي. الطموح اهم، الطموح اهم. طبعا الموضوع الرابع اللي هو خبراء وحوارات قسم علاقات زوجيه، هذا الاسبوع كان عندنا نسبه مشاهدات عاليه. طبعا بنحكي لمتابعينا ولقرائنا انه قسم يعني قسم سيدتي في خبراء وحوارات انه يا ريت انه يروحوا ويسالوا خبرائنا في أكثر من موضوع، الصحة النفسية، الصحة الجسدية، علاقات زوجية، تفسير الأحلام، مواضيع كتير مهمة إنه بأنفسهم بيقدروا يوجهوها للخبراء والخبراء يجاوبوا عليها. طيب حلو، أنا كمان يعني أحترم جدا اللي عملته شجون، وأعتقد إنه الناس مع شجون الهاجري ما المفروض تهاجمها، لأنه هي أوردي هذا الموضوع أصلا مزعجها، فبلاش ندور نقاط ضعف للناس ونصير يعني نتعامل بشكل سيء. بس قرائنا بالعكس كانوا متعاطفين جدا مع شجون الهاجري، والعكس دعموها، وناس كتير منهم حيوها إنه وصلت لهالمرحلة هاي من النجاح رغم صحيح. إنها عارفة وضعها الاجتماعي من عمرها 13 سنة. حلو، يعني أكيد مو كل الناس هذا رأيها، بس حلو إنه في شريحة كتير يعني إنسانية وتفهم في هذه الأمور. طيب فرح، برحب فيك طبعا، وأبغى تكلمينا عن أهم مواضيع تويتر لهذا الأسبوع. طبعا مواضيع تويتر اليوم راح أتكلم عن أهم ثلاث مواضيع. الموضوع الأول كان حدث في المدينة المنورة، هو طلاق عن طريق الواتساب بعد 10 أشهر زواج. الموضوع ممكن عادي، لكن الغريب أنه كانت مزحة، كان يمزح مع زوجته وأرسل لها الطلاق بالواتساب. يمزح؟ فالظاهر هي ما صدقت وراحت للمحكمة عشان تطلب الطلاق الفعلي. بصراحة يستاهل إذا يمزح في شيء زي كده يستاهل. بعدين الطلاق ما في مزح. صحيح، وحكمت المحكمة بالطلاق طبعا. طبيعي. عندك الموضوع خسارة تعيش مع، أنا آسفة بس خسارة تعيش مع واحد مسطح الحياة الزوجية بالشكل ده. أكيد. الموضوع الثاني هو أفكار لتعطير منزلك. طبعا أفكار جديدة وتقدر تعمليها في البيت وأشياء سهلة أساس تعطري منزلك. الموضوع الثالث عن هبة جمال. أثرت الجدل كثير يا هبة جمال الأسبوع اللي راح عن سيدتي. أوكي. كان الموضوع هبة جمال أجمل بالأسود أم بالأشقر؟ أوكي، وإيش طلعت النتائج؟ بالأشقر. طيب خليني أنا أجاوب، أنا مبسوطة أن الموضوع انطرح لأنه بجاوب أوقات على تويتر فما بيكون يعني العدد أكبر زي جمهور التلفزيون. أنا الأشقر كان بالنسبة لي يعني صعب عندنا في الخليج أنه تكون سيدة سعودية أو خليجية أو أيا كان جنسيتها الخليجية يناسبها الأشقر. حتى العرب مو كل سيدة بيناسبها كمان الأشقر، الأشقر لون شوية صعب. صحيح. موش ضروري تكون حلوة ولا مو حلوة، بس أنه مو كل سيدة يناسبها اللون. فأنا كنت عاملة الأشقر 5 سنوات أيام ما كنت في كلام نعم، بعدين قررت أني أنا أغير الآن يعني على الموسم عموما قبل ما أنضم لروتانا ولبرنامج سيدتي ب8 شهور قررت أغير تماما، فعملت اللون ده. الشيء الثاني اللي الناس يعني لأنه أنا ملامحي شوية فيها شوية أجنبية، فأنا اللي ضحكني إنه في ناس أول كانت تقول لا شكلها أجنبي ما هي عربية وما هي سعودية، ما هي عربية أصلاً، فكيف سعودية؟ وأنا سعودية يعني رغماً عن اللي يرضى واللي ما يرضى، وحط لي باسبوري في واحدة من الحلقات أو غلاف سيدة القادم يعني أنتم متأكدين ولا ما اشتغلت في البرنامج؟ فإنه ال صاروا يقولوا إنه لا أحلى عليها الأشقر، فغلبنا. لما كان أشقر كانوا يقولوا والله أحلى عليها شكلها مش عربي، ولما عملنا الغامق قالوا أحلى الأشقر. ففي النهاية أنا شايفة إنه في الحالتين هي هبة نفسها، الأشقر ولا الغامق. أنت لازم تأمني بمقولة إنه إرضاء الناس هذه أنا اقتنعت فيها قبل أشتغل في البرنامج، فاكتشفت إني أعمل اللي أبغاه أفضل. الأسود يعطيك حيوية أكثر كمان وشبابية، وبعدين التغيير حلو كمان يعني عارفة الناس الستارز لما يطلع التلفزيون حلو من فترة لفترة يغيروا، في ناس حابة اللون وفي ناس لا،
في النهاية التغيير حلو ومطلوب، وأنا أحترم آراء الناس كلها. أنت إيش حابة؟ أنا حابة التغيير، بس أنا مبسوطة باللون هذا حاليا. يعني بنشوف أحمر بعد شهر؟ لا لا ما في أحمر. طيب خلينا ننتقل لأخبار فيسبوك. طبعا عندنا ثلاث بوستات كانت برضو عليها جدل كبير واخذت شير عالي، اللي هي حقيقه زواج هيفاء، حقيقه عوده هيفاء وهبي الى طليقها احمد ابو هشيمه. خالد ولا لا؟ لا لا ما رجعت. في كمان عندنا تحقيق كان كثير مهم مع خالد شاعري، الشاب اللي بلغ وزنه تقريبا 610 كيلوغرامات، ورحله العلاج كانت بطلتها الام والدته. من هون لا يعني رحلة علاج طويلة لحديت ما وزارة الصحة السعودية تبنت علاجه ونقلوه على المستشفى. طبعا رحلة نقله على المستشفى كانت رحلة شوي صعبة لوزنه ولحجمه. طبعا بعض عنا على الفيسبوك حكى انه هو توفى من زمان، لكن نحكي لهم انه هاي حالة تانية وتحقيق شخصية تانية مختلفة عن الحالة الاولى اللي سمعوا عنها. طبعا 10 اشاعات حول الحمل بتم تداولها، بتتناقلها الأجيال باستمرار. بنتمنى طبعا الستات الحوامل أنه يدخل على الموضوع يقرأوا ويتجنبوا هاي الإشاعات. إشاعات في كل مكان الله يعيننا. طيب كلمينا عن قضية الأسبوع هلا. طبعا إحنا قضيتنا قضية حساسة كتير، هي استمرارية لحملات سيدتي من السابق. بتتحدث عن التحرش الجنسي بالأطفال، اسمها حملة الأيادي البيضاء زي ما أنت تفضلتي. إحنا كنا بالسابق عاملينها بالمغرب، وهاي المرة يعني توجهت للمجتمع السعودي من أجل سن قانون يعاقب المتحرش جنسيا بالأطفال. هو الموضوع حلو، أنتوا حتى عملتوا زي نوع من الاستفتاء حتى تعرفوا أنه نسبة اللي تعرضوا للتحرش الجنسي إيش في نفسيتهم، التأثيرات السلبية إيش كانت النتائج في الموضوع؟ كانت النتائج كتير عالية. طبعا فرح عرضت الاستفتاء على تويتر وإحنا عرضنا على الفيسبوك. كلمينا فرح عن النتائج. هو الغريب إن إحنا ما حصلنا استفتاء معين يقول بالضبط إيش هي النسبة، وحتى لو حصلنا يمكن ما تكون دقيقة. فقلنا إحنا في سيدتي رح نعمل هالاستفتاء، رح ننشره على وسائل التواصل الاجتماعي بسرية تامة من غير أي معلومات ونشوف النتيجة. فكانت النتيجة صادمة للجميع. هو في يوم واحد الناس تفاعلوا معها، جت تقريبا عندنا 1600 مشترك في يوم واحد. ما شاء الله. وكانت النتيجة تقريبا 65% بنعم. من مين التحرش يكون أكثر، من الأقارب، من السائق، من في إحصائية تقول أن 77% من التحرش يكون من ناس يكونون موضع أمان عند الطفل، مثل قريبة، مثل أخوه، مثل عمه، مثل خالة، محارم يعني. بالضبط. في ناس يقولون النسبة أكبر من كذا، أكثر من 77 توصل ل80%. طبعا الناس كلها استغربت من الموضوع، وفي كثير ناس علقوا على الموضوع على هاشتاغ الحملة البيضاء، لو نقدر نشوفها على الشاشة تعليقات. أوكي. عندنا مثلا عندنا نوال بنت فهد تقول يجب سن قانون بأسرع وقت للحفاظ على الأطفال خاصة والمجتمع بالعموم. أوكي. عندي هنا جيهان أحمد تقول ليس من العدل أن تخاف. أوكي نروح إلى محمد، ظهر ما عجبتهم حقة جيهان. حقة محمد، الكثير من الجناة قيل عنهم مريض نفسي، وكان المجتمع كله وكأن المجتمع كله أصبح محامي لكل جاني، فلا تستغربون أن تظهر قضية تحرش بطفل. أنا ما أتوقع أن المتحرش يحصل أي دفاع من أي نوع حتى لو كان مريض نفسي. عندنا إسراء تقول النتائج تخوف، وأؤمن أن كل بيت فيه ضحية بعد هذه الإحصائية. أنا أعتقد أنه المشكلة بصراحة في هذا الموضوع مشكلة الوعي، يعني في أهالي ما عندهم وعي، يعني أوقات حتى الجلسة، يعني في أوروبا اوكي احنا ما نبغى نوصل لهذه المرحله، بس في اوروبا مثلا ما تقدر تبوسي اطفال الناس في الشارع العام وامه في يده. اول شيء تخافي تعديه، مثلا عندك فلو، عندك مرض معين ايا كان ينتقل للطفل. ثاني شيء يخافوا من التحرش. احنا عندنا في المجتمعات ياخذوا الطفل ويبوسوه ويقعدوه على 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 رجولهم وما تعرف ايش يسوي، وعادي نخلي الاطفال مع اقارب ومعارف لفترات طويله. فحلو الام يكون عندها وعي، يعني انا مبسوطه لانه كان بسريه فالناس تكلمت. صحيح. فهذا شيء يشجع انه الاهل يكون عندهم وعي اكثر. احنا طبعا من ضمن الحملة خلينا نشوف هذا الفيديو اللي هو فيديو توعوي قصير عملته سيدتي دوت نت بمناسبة الحملة البيضاء، نتابع ونكمل حوارنا. موسيقى
التحرش يبدأ معايا دايما في السن ممكن يبدأ من 6 سنوات لغاية أكثر من 18 و22 والسن متأخرة كمان. هذه المرحلة. المراحل في كمان يختلف ما بين إنه شخص يتم التحرش فيه في المدرسة، شخص يتم التحرش فيه داخل منزل، شخص يتم التحرش فيه داخل وسائل النقل، كمان أماكن تختلف في عملية الأشخاص اللي ممكن يتم التحرش فيهم. عملية نجاح وفشل التحرش كمان لها قصة مختلفة عن المكان، يعني المكان كمان بيأثر. هناك في محاولات على حسب المكان فقط تكون تعرض فقط بنسميه تحرش جسدي ظاهري وليس تحرش ناجح. أكثر عمر عندنا دائما بيبدأ من 6 سنوات، وهذا الشيء الغريب شوي في الوطن العربي، من 6 سنوات بيوصل لغاية 11 سنة. بيبدأ بعد 11 سنة محاولة التحرش بتكون ناجحة أكثر من محاولات اللي احنا بنقولها من 6 ل 11. فكل مرحلة عمرية تختلف في المكان تبعها كمان. الحالة البسيطة أو طريقة الكشف في أي بيت في أي منزل، وهذه نصيحة للأب أو للأم اللي بتكون موجودة في المنزل، إن اليوم انتبه على ابني محمد أو علي أي كان اسمه، الأشياء الغريبة اللي حدثت في حياته اليوم. هو كان بيرفض إنه يطلع، صار بيطلع أكثر، أو العكس، كان بيأكل أكثر رفض يأكل، كان بيشاهد التلفزيون، أي شيء، أفعال معاكسة للواقع والطبيعي تبعه، هنا بتدق في ناقوس الخطر. بنحاول نفهم شو الموضوع اللي عنده، نتحدث معه، أو يجب تدخل أخصائي اجتماعي في هذه الحالة. يعني تقرير او عمل توعوي مهم على الاهالي كمان انهم يتعرفوا عليه. انت بتقولي لنا حاجه كنت على الفيسبوك. كنت احكي انه اطلقنا قبل قليل مسابقه خاصه بالحمله اللي هي ينشروا، يعني يرسلوا لنا اجمل شعار او اجمل صوره بتعبر عن حمله التحرش الجنسي، ضد التحرش الجنسي بالاطفال. طبعا ما راح نغلبهم كثير، يبعثوا على ايميلات وكذا، لا ينزلوها عنا على الوول تبعنا على الفيسبوك طبعا، وفي جوائز قيمه ان شاء الله للمتسابقين اللي راح يشاركونا بهي الحمله. طيب مهم جدا صراحة. أنا حابة أشكر وجودكم معنا هالة وفرح، وأنا سعيدة طبعا أن الجمهور كان بيتواصلوا في تويتر، كان أكتف وفي الفيسبوك على موضوع غلاف سيدتي عني. وفي النهاية زي ما قلت، سواء بالحجاب أو بدون الحجاب، باللون الأشقر أو باللون الأسود، هي نفس الشخصية. أنا مرتاحة كده. أتمنى أنه أنتم تكونوا مبسوطين بهذا البرنامج، تستفيدوا بالمضمون اللي بيتقدم في البرنامج، وشكرا على محبتكم الكبيرة. إحنا متابعين وسيدتي متابع بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. وقفتنا الآن مع الموضة ونصائح لك سيدتي من موقع soccer.com لتبدي كالنجمة جاسيكا سيمسون. نتابع. في أزياء المشاهير اليوم لدينا جيسيكا سيمسون نجمة هوليوود، والتي يجمع أسلوبها بين الكاجوال والأنوثي مع بعض الإطلالات الجريئة. من أكثر إطلالاتها المفضلة لدينا الطقم بالرسم النمري مع الإكسسوارات الحيادية، تناسب هذه الطلة النساء ذوات القوام المكتنز، ويمكن ارتداؤها مع بلوزة فضفاضة ومستدلة لإخفاء عيوب الجسم. احصلي على إطلالاتها وتألقي كما نجوم الروك أند رول ببلوزة ذات أكمام طويلة بطبعة النمر مع لمسة من الخرز تزين الياقة، وارتديها مع سروال ضيق ليجينج من الجلد. أكملي هذه الإطلالة بحقيبة يد مرصعة بالخرز وحذاء طويل بكعب عالي مع سوار وخاتم بسيطين. تسوق الآن على موقع سكر للحصول على إطلالة نجوم هوليوود. تعرفك على أحدث أفكار الموضة وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية.
بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يوميا بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. ونبقى مشاهدينا في عالم الموضة مع المجموعة الأخيرة للمصمم سهاد العقوري. بأقمشة متنوعة وكريستالات مختلفة الأحجام، جسد مصمم الأزياء اللبناني سهاد عقوري مجموعته الأخيرة والتي قدمها في أبوظبي في بيرلز اند كافيار ليدمج أناقة الأزياء بأشهى الأطعمة. عملنا كولابوريشن مع سهاد عقوري فاشن شو نجمع فيه الفود والجلامر، هن اثنيناتهم they're both fashion in different ways. الأكل is fashion and design and creations، ونفس الشيء سهاد's designs، فحبينا نجيب both the fashion worlds into one venue. بهالكولكشن هي شوي بتحسيها مور رويال برنسس، يعني كان الفكرة انه اعمل فساتين شوي مستوحاد من الاميرات، وكيف بيحبوا كيف بيحلموا بالفستان السيمبل الناعم بس بنفس الوقت كيف بيبرز جمالهم واناقتهم. اعتمد عقوري على أقمشة انسيابية مثل الشيفون والتول والدانتيل التي تضفي أناقة ورقيا على إطلالة المرأة، أما القصات فجاءت متنوعة ومختلفة في منطقة الصدر، فبدت القصة الانسيابية وقصة حرية البحر والقصة الملكية الواسعة والملاصقة للجسم، وتباينت الألوان في مجموعته. كانت الكولكشن عبارة عن 22 فستان سهرة، وكان في فستان سهرة كان في فستان عرس واحد. فساتين السهرة كانت مميزة بألوانها الأبيض البيج الذهبي الأزرق الأحمر والوردي، وفستان العرس طبعا كنت شايفتي اللون العاجي ودخل له لون الروز الغامق شوي. هلا رجعت مودة الكريستال الناعم ومودة الاكسسوار، يعني بتلاحظي مثلا في كذا فستان مثل هاي نك، في بيلتس، البيلتس تلاحظتي ناعم صغير، حافظت على النعومة، يعني اهم شيء تبين الخصر بطريقة ناعمة وطريقة حلوة، وبنفس الوقت تحافظي على الخطوط الموضة اللي مرسومة لهلا هالموسم يلي هي انها كيف تتبين جمال والمفاتن عند المرأة. تتوجه هذه المجموعة للمرأة ذات الشخصية القوية التي تبحث عن الأناقة والاستقلالية في مناسباتها، فتطل كملك بأسلوب لافت مختلف وجديد. مجموعة رائعة للعقوري كالعادة. مكملين معكم سيدتي، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي .net. هنتابع حلقتنا مع صفحات التواصل الاجتماعي وحنبدأ مع تويتر وهاشتاغات اليوم. من أبرز الهاشتاغات لهذا اليوم هاشتاغ المرأة في مجتمعي، حيث قالت هديل كالمعلقة على حافة جبل ممسك بها ذكر لم يترك لها حرية الاختيار في السقوط أم الارتفاع بغض النظر عن اختلاف نتيجة السقوط. أما غالي فقال قوة جبارة أحياناً تعطل بسبب بعض الجهلة اللي ما منهم أي فايدة أبداً. يعني في النهاية كل الآراء تحترم، من تويتر إلى فيسبوك وعمليات التجسس على بياناتنا. خلينا نتابع.
لا شك أن وسائل التجسس أو حتى القرصنة متعددة، إلا أن حسابات الفيسبوك قد تكون مهددة بنسبة أكبر مما قد يتخيل مستخدموها، ففتح رابط بسيط قد يعني سرقة كل البيانات. أما أشهر الحيل التي يجب تجنبها بقدر المستطاع للبقاء في مأمن عن المتطفلين بحسب ما أوردت العديد من المواقع المعنية بالتكنولوجيا فهي أربعة، تتمثل أولا بالهدايا المجانية والفيديوهات المشبوهة وتغيير شكل الحساب، وأخيرا الدعوة إلى معرفة من دخل إلى حساب المستخدم الشخصي. إلى ذلك هناك مجموعة من ملفات التجسس المنتشرة على فيسبوك في شكل عروض فيديو لفضائح الفنانين والمشاهير أو عمليات قتل كاذبة، والتي أدت مؤخرا إلى التجسس وسرقة حسابات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فاتح فيسبوك كنت عادي من البيت، وصلني فيديو، هو الفيديو انه كتير كتير بيشد العنوان تبعه مقتل أحد الفنانين، فإنه فتت. أنا كنت عارف قبل إنه قايلين لرفقاتي إنه مثلا في حدا ممكن يكون في فيروس، يكون في شيء بالفيديو، بس إنه ما أخذت وقت، بس شفت التايتل لحالي فتت وصار اللي صار. اللي بيصير إنه بس يقبص على هذا الرابط بيصير هذا البرنامج الخبيث أو الرابط الخبيث بيصير بياخد المعلومات الموجودة على حساب الشخص، من عيد ميلاد، من الأصدقاء اللي عنده، من أرقام تليفون إذا محفظة كلياتها، بياخدها لعنده على الداتا بيس تبعته كرمال استخدامات تانية فيها تكون واحدة منها أنه سرقة الحساب اللي هو الشخص عم يستعمله، أو يمكن لمقارب تانية مثل الدعايات وغيرها من الأمور اللي ممكن يستعملوها. لاحظت أنه رقمي والإيميل تعولي وهيك انتشروا كتير عند كل العالم، حتى صار رفقاتي يسألوا منين إجا رقمك مثلاً، ليش ليه عم تبعث لنا رقمك ترجع ما إحنا معنا رقمك، أو الإيميل تبعي أنه انتشر كمان بين الكل، صرت عم يستقبلوا حتى رفقاتي إيميلات نفس الفيديوز بس باسمي أنا، فهني على الثقة أنه واثقين أنه مني، فعم يفتحوا كمان هني كمان طار الفيسبوك تعولهم، وكمان صار ينتشر رقمهم وإيميلهم بين كل العالم. اللي لازم يصير انه اذا انا تعرضت لهذا الشيء لازم انه انا من خلال التواصل مع شركة فيسبوك، موقع الفيسبوك، عبر الروابط اللي هي بتحطها تقول انه انا هيدا حسابي الحقيقي وهيدا انا بستعمله وتعرضت لبرنامج خبيث او لرابط خبيث انا كبست عليه، فبالتالي انا بطالب باسترجاعه. وفي يعني صارت الشركة والموقع كليته عم يشتغل فترة صار اسرع. بنصح كل اللي بيشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي او بيتواصلوا مع رفقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي انه ينتبهوا كتير منيح من العناوين اللي هي كتير بتشد، من الاشياء اللي ممكن يفوتوا عليها ممكن يكون فيها فيروسز، هذا الشغل يعني ينتبهوا منه كتير منيح، مثلا فيديو الصور خصوصا العناوين اللي هي بتشد. اول شيء بدنا ننتبه انه هذا الشيء اللي عم ينحط قدامنا هل هو عم يتكرر اكثر من مره، في اكثر من شخص حاططها، بس اذا عم نشوف انه نفس النص او نفس الصوره عم تتكرر هذا لازم نقول في شيء مشبوه عليها. بطريقه ثانيه نحن فينا نتاكد منها من الروابط اللي بتكون يا فوق الصوره يا تحت الصوره او بقلب الفيديو. يعني على سبيل المثال اذا كان في فيديو يوتيوب محطوط بيكون www.youtube.com والمعلومه الباقيه، هذا متاكد انه هذا يوتيوب. إذا كان في معلومات تانية يعني هذا مشكوك بأمره، في مثلا يكون موقع مثلا www.شيء اسم معين.com، بس إذا حطينا الماوس عليها بتبين لنا بيطلع معلومات من أسفل الشاشة على موقع تاني، فهذا ممكن بطريقة كتير بسيطة ينتبهوا له. يعني الله يحمينا ويحميكم من كل هذه الاختراقات ومن هذه السرقة، السرقة صارت في كل مكان، علينا قد ما نقدر أنه إحنا نكون حريصين ويكون عندنا وعي بالمشاكل اللي بتصير من وراء وسائل التواصل الاجتماعي أو من وراء استخدام الكمبيوتر. المهم دائما أنه الواحد يركز على أنه يفهم تفاصيل الأمور والبرامج اللي بيشتغل عليها، إن شاء الله الله يعني يحمي لنا كل ممتلكاتنا من ضمنها الأكاونت حقتنا. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، موعدنا بيتجدد معكم كل يوم الساعة 5 بتوقيت السعودية. مني هبة جمال ومن كامل فريق العمل كل التحية والشكر والتقدير على حسن المتابعة. إلى اللقاء.